قوانين عامة موجودة في تونس لكن ما احناش قاعدين نطبقوا فيها. مثلا لو تشوف في أمريكا بالضبط في مثلا في نيو بريتن الكياسات عند الأضيق حتى من كياساتنا، لكن الناس احترام كيفاش تمشي. يعني الكياس تلقاها في الوسط ثم خط أصفر الاتجاه والاتجاه المعاكس يمشيوا كراهو ورا كهرباء كما كان يحكي، حتى ولو كانت أمبيونس وراهم الناس الكل شد على اليمين وتوقف كومبليتمون تتعدى الأمبيونس ما فماش مشكلة. دي بلوس ثم عندهم هذيك الترونسبور نتاع المدارس، السيارة اللي هز الأطفال نتاع المدارس كيف تكون هي ماشية في نفس هذا الطريق رغم اللي هو ضيق، الكراهب اللي وراها الكل يوقفوا واللي جايين من الصنص الآخر كمان يوقفوا حتى يهبط بلانذا ويشقوا الكياس ويمشي. هذا احنا ما عندناش الاحترام هذا، لكن نجمو نطبقوه بالكياسات اللي احنا عندنا. شكرا. شكرا لك صحة. وتنسيق لكلامك ستيف الجزائري اسعد بن سباقس في الكونترات تي ان يسيركيلي تو لو موند ساتيسفي، بالرغم انه في فتره انجازه وفتره تنفيذه تم تقريبا تداول نفس الملاحظات هذه في دي كونديسيون دانسيرسيون اصعب من سفاقس، وتم ادماجه في وسط السيف في قلب السيف اللي هي ابي يمكن كانت ما تنجمش تمشي فيها وتويك دخل اون اكسبلوتاسيون اللي هي في امريكا اللي هي تقول